الحمد لله على السلامة. الله يعطيكم العافية وكمل كلنا صمود إن شاء الله. هذه علامة الصمود. صامدون. كنا في السجن أو خارج السجن فنحن صامدون حتى تتحقق مطالبنا إن شاء الله. الله لا تبكين لا تبكين يا أبو أحمد. خليش والناصر الله منصورين والناصر الله منصورين والناصر الله. الله يعطيكم العافية والله حبيبي والله الله يحفظكم إن شاء الله. الله يعطيك الصحة والعافية يا أم أحمد. أي والله صبورة نعم رفعتين راسنا يا أم أحمد والله في الصمود هذا. الله يطول عمره شوي وخلي كل البنات هنا هالشكل مثلك صامدة وصابرة. والله عطاش على صبرك والحمد لله رب العالمين. رفعتين راية العزم المصري والله ولا نزلتين راسك إليهم. لا يا عم تبكين لازم دائما ترفعين راسك رفعتين راس هذا الشعب البحريني رفعتين فوق على صمودك طوعتين كلش صادنا وهذين كلهم عيد يسلمون عليك اباشر هذا ابو الشهيد سيد يسلم عليك وهذا الرمز الاخير استاذ علي مهنا الطيب هذا الله يحفظ العافيه اختي ابو حسين يجزاه حسنات علي توفيقكم وهذا ما يحتاج بعد علي غني نورتون اسكان المالكيه والله الله يعزكم ادركم حجي ان شاء الله يلا علمتنا الصبر يا ام احمد علمتنا الصبر ان شاء الله بس خليتني انا راكي كان منطقه نعم اي والله هذا العراق والله من كل من